السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم بيتوس من بلجيكا. أشكر بدوري لجنة الحوار والمجلس الجامعي للاستضافة. سوف لن أعيد ولن أكرر ما قيل. الإخوة المتدخلين والأخوات المتدخلات أفادوا يعني في الحقيقة نفس الشيء، أو الحوار ينبغي أن يكون مستقلا فعلا، لأن تعلمنا في الغرب أو في أوروبا أن أي مبادرة كتكون من المجتمع المدني خصها تكون مستقلة، والاستقلال بمعنى أن الدور ديال الحكومة خصها يكون دور تسهيلي ماشي دور تدخل أو تحكم، ولأن باش المطالب أو الأشياء اللي هي الآن موجودة كثير من الاستياء من طرف الجالية المغربية في الخارج، وهذا نقول بكل صراحة الاستياء ناتج عن عدم التواصل. لأن على سبيل المثال كان عندنا كجمعية عندنا الأكاديمية للتنمية والبحث، قمنا في بحضور مؤتمر أوروبي في فيينا أخيرا، ورسمنا عدة جهات رسمية بما فيها السفارة بما فيها القنصليات على أن يطلعوا على المشروع اللي قائم الآن، بما فيه البرلمان الأوروبي سيقوم بتوحيد هذا المشروع اقتصادي محض لتوحيد المعايير ديال الحلال. وبما أن جالية هناك جالية مغربية مسلمة عندها هذه الهوية الإسلامية، طلبنا منهم أنهم يشاركوا في هذا ويواكبوا هذا التطور الجديد للمعايير ديال كل ما هو يعني المواد الغذائية. ومع الأسف لحد الساعة لم نتوصل بأي جواب. هذا يعني مستغرب جدا أن الإنسان يراسل جهات حكومية رسمية ولا يتلقى بأي جواب. حتى المؤسسات اللي هي الآن موجودة في الساحة كتشتغل لا تجيب. هذه المصارحة احنا كشباب، لأن يعني هناك شباب كذلك معرض للاستلاب ومعرض للاستقطاب من التيارات المتشددة، من التيارات من الشيعة باش نذكرهم بالأرقام. احنا عندنا في الشأن الديني هناك الآن تعطى 3000 دولار لكل متشيع مغربي من طرف السفارة الإيرانية عندنا في بروكسل.